منتابع عالم الصباح لليوم بانه نتوقف مع بعض الكومنتس يلي بعثوا لنا اياهم على سؤال اليوم عبر الفيسبوك. كان السؤال اذا انضميتوا او عم تفكروا تنضموا الى جمعيه تطوعوا يمكن او حتى لانه نحن مقربين على فتره اعياد هلا اكثر انكم تساعدوا احدى الجمعيات وتعطوها شوي من وقتكم. شوق العيون عم بتقول صراحه انا ما عندي وقت، شغلي اخذ كل وقتي من السبعه صباحا لسبعه المساء. يعطيك ألف عافية. هلا طبعا مش مطلوب من كل الأشخاص أنهم يقدروا، بس يلي عنده وقت مهم جدا يعرف شو أهمية المشاركة. الجمعيات دايما بحاجة إلى متطوعين وأصدقاء يكونوا موجودين. سجد عم تقول بصراحة بحب هيك أعمال وبشجعها وبحب ساعد، ولكن إذا سمحت لي الفرصة أني شارك بشي ولا مرة سمحت لي الفرصة. سميح عم بيقول اطلاقا ولا ممكن نهائيا، بس ما عرفنا ليش الاطلاقا هالقد قويه ولا ممكن نهائيا. في عنا مها عم بتقول بحب فكره الجمعيات بس مش اكثر من هيك. قبل لا 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 عم بتقول قبل لا، ما بعرف اذا يعني هلا ايه، معقول نفكر اكثر بالموضوع. سمورة عم صحيح كانت بالصليب الأحمر لمدة 6 سنين، برافو 6 سنين بالصليب الأحمر، والصليب الأحمر نعرف أنه هن عن جد بحاجة إلى كتار من الأشخاص، وكلنا يمكن بيوم من الأيام نحتاج للصليب الأحمر. في عنا بيسان، أنا اتطوعت بمستشفى حكومي عنا برام الله وكانت أحلى أيام. برافو يا بيسان. أسماء نعم نعم بس ما عندي اكثر تفاصيل من اسماء. حابه بعد اني اسمع من كثير من الاشخاص ورح نقرا بقيه الكومنتس ان شاء الله بالوقت يلي متبقي عنا بعالم الصباح. انما كمان بدي اذكر كل يلي حابين يبعثوا معايداتهم ونتشارك ويشاركوا فيها الاشخاص يلي حابين انهم يعايدون، فيكم تبعثوا لنا على هالرقم الخاص عبر الواتساب، في رقم خاص فيكم تبعثوا لنا كل المعايدات لمده 20 او 25 ثانيه مش اكثر، لحتى نقدر انه نحن نمرقهم على الهواء ونتشارك نحن وياكم بهالمعايدات هي. طبعا نحن بانتظارها وان شاء الله تكون كثيره بالايامات المقبله. رح نكون بمحطتنا الرياضيه اليوميه بعالم الصباح اللي هي دائما مع جورج. كمان الافلام يلي بهالوقت بتكون موجوده بصالات السينما، في كثير يمكن منا بصير في لها علاقه وبتعطينا اجواء العيد. رح ننتقل لحتى نشوف غيدا شو بلشت تختار من الافلام يلي موجوده بصالات السينما بلبنان. Los Angeles, City Angels, Land of Dreams. This is my town. Gorgeous girls, golden sunshine and money. من أفلام الأسبوع فيلم الجريمة بوكيت ليستينج عن الخيانة والهوية المزيفة والثأر بقضية ثنائي مع روب لو وبرت رينولدز والممثل اللبناني الأصل جيمس جردي اللي كتب قصة الفيلم أيضا. والفيلم الكوميدي Men, Women and Children عن مجموعة من المراهقين عم يكتشفوا مع أهلهم قديش الإنترنت غير بعلاقاتهم اليومية والعاطفية وبتواصلهم وصورتهم عن ذاتهم، مع أدم ساندلر وجينيفر غارنر. All I need is one more week to secure her passport. والثريلر ديك لين عن ثنائي أمريكي بيكتشفوا خطة محكمة وبيضطروا يكشفوا الحقيقة لإنقاذ بنتهم والعودة على بلادهم، مع جون كيوساك وريان فيلم.
هيدي جولتنا لليوم بالسينما. بريك من بعد بتنضم لنا مارينا ومنكون مع فارق العلامه.